تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد بوسلهام رئيس جمعية بكارة للتنمية والبيئة والثقافة في دوار بكارة مدينة العراق. هذا عبد الرحيم رئيس الجمعية، وخرجت هذه الواقعة هذه المدة ديال 5 شهرين ونص، وجات الفكرة وتعاوننا مع الإخوة ديالي ديال المكتب. الحمد لله، كان بالنسبة لي أنا تظاهرة كانت ناجحة 2000%، الحمد لله بتضافر جهود الجميع وساكنة بكارة خاصة. نعم، بالنسبة للاستعدادات اللي درتها، يعني نجاح التظاهرة الأولى ببقرة والتظاهرة لا أخفي عليه، لأن التظاهرة ماشي سهلة باش دير تظاهرة من الحجم هذه. فاليوم أصبحت السباق اللي كاين هنا أصبح إقليمي، من اليوم فصاعدا هو إقليمي، لأنه تظاهرة كانت شيقة، كانوا الداعين كبار، كانت إقبال كبير، لأن إن شاء الله كنضربوا موعد في شهر 4 لأنه تكون أكثر. نعم، وبالنسبة ل يعني باش يرجع هذا حلبة، يعني تواجهكم مجموعة الصعوبات، منها أن هذا اللي كيتواجد في المنطقة الرطبة، بالإضافة إلى يعني أنه كيحتوي على يعني إلى مطور نادرة أنواع الطيور. حلبة لأن أنا كنتحدى سابقا، أن عندي عصبة بطل عصبة الشمال سابق في 99، والحلبة لأن العداء كيشوف امتيازات في تكون الحلبة، اختار أنا هذه الحلبة. ولكن باش تصاوب هذه الحلبة وتكتشفها فإن بمجهودات فردية ما كناش كنا، أنا بالنسبة لي ما كنتش كنعس وما كنقيلش حتى العمل ديالي كنت كنسمح فيه باش نوجدها من أجل مدينة العرائش ومساكنة بكارة خاصة. نعم، وبالنسبة للنتائج التقنية كيفاش؟ النتائج التقنية كانت بدون من عالية جدا. يعني حسن الصدارة النادي القصري، يعني هو كيحسن المرتبة، كيعز الصدارة ديالو، يعني كيأكد الصدارة ديالو في الإقليم، بالإضافة إلى نادي العوامرة ونادي شباب العرائش ونادي يعني جمعية بكارة كذلك له حضور المسلمين والساحل إلى آخره. يعني بالنسبة للمشاركة يعني اللي كتأملوا في المستقبل والمشاركة غادي نكون، لان في شهر 4 ان شاء الله كنقولوا غادي خصنا واحد 600 ولا 700 عداء لانها تكون في هذه الحلبة ان شاء الله بحول الله، لان هذا هو الطموحات ديالنا من اجل الساكنه ومن اجل اكتشاف مواهب في هذه المنطقه، لانه انت تبارك الله كما كتشوف الجميع فهي منطقه خلابه، منطقه رطبه وكتحتوي على بزاف ديال الخصوصيات.